اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام الى نشره اخباريه من قناه المكلا المحليه، والبدايه نستهلها بابرز العناوين. محافظ حضرموت يجري عده لقاءات لبحث عدد من المشاريع الاقتصاديه في المحافظه. وفد وزاره الداخليه الاماراتيه يتفقد سير العمل في مشاريع البنيه التحتيه في معسكر النجده. شركة النفط بساحل حضرموت تقر رفع تسعيرة مادة البترول إلى 270 ريالا للتر الواحد. أهلا بكم. رفع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء ركن فرج سالمين البحسني خالص التعازي وعظيم المواساة لرئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده السفير عبد الملك سعيد. وجاء في التعزية: تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدكم الفاضل السفير عبد الملك سعيد، وأننا إذ نرفع لكم خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل. نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وأهله وذويه الصبر والسلوان. بحث محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني خلال لقائه اليوم بالمكلا المدير التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية اليمنية سامي سعيدي إجراءات تفعيل نشاط فرعي المؤسسة بحضرموت. واستعرض المدير التنفيذي للمؤسسة توجهات قيادتها لإعادة نشاط فرعي المؤسسة في المكلا وسيئون وإنشاء ثلاجة خزن مركزية لحفظ المواد الغذائية والخضار بالمكلا والتحضير لإقامة معرض تجاري وتسويقي للمواد الغذائية والمنتجات بمدينة المكلا خلال الفترة القادمة. ووجه المحافظ بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح تفعيل الفرعين وإعادة نشاطهما. عقدت لجنة المناقصات بمحافظة حضرموت اجتماعا لها اليوم بالمكلا برئاسة محافظ حضرموت، استعرضت خلاله عددا من المشاريع التي بحاجة إلى التدخل السريع بإعلان مناقصات إنشائها وإعادة تأهيلها. وشدد المحافظ على ضرورة استيفاء جميع المشاريع لإجراءات الفنية والقانونية بعد دراستها من اللجنة الفنية. وأقر الاجتماع إعادة مناقصة بناء الدور الثاني للمركز الوطني للأورام بالمكلا واستيفائها للشروط وإعلان مناقصة بالمشروع خلال الأسبوع. وفتح المظاريف عقب شهر من إعلان المناقصة. وأقرت اللجنة مشروع جسر إمبيخة بالمكلا واستكمال إجراءات التوقيع على الاتفاقية، كما أقرت استكمال الإجراءات المشروعية المعدي بغير بنيامين والقارة بالعيون، وإحالة مشروع ترميم وإعادة تأهيل خور المكلا للجنة الفنية لمراجعة الدراسة وإنزال مناقصة بالمشروع، وكذا إحالة مشروع إعادة ترميم المدرسة الوسطى بغير بوزير للجنة الفنية لاستكمال الإجراءات الفنية، وتكليف فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت بتوفير أيدي عامل ماهرة لإعادة ترميم المدرسة الوسطى وفق البناء المعماري للمدرسة. إلى ذلك ناقش المحافظ البحسني إجراءات اللجنة الفنية وترتيب عملها وتفعيل اللجان الفنية في مكاتب الوزارات والهيئات الحكومية والمديريات، مؤكدا اهتمام قيادة السلطة المحلية بتطوير العمل الإداري والمؤسسي من خلال تفعيل لجنة المناقصات. إلى ذلك ترأس محافظ حضرموت اجتماعا للجنة تقييم الإيجارات السكنية، وأكد المحافظ على أهمية التقييم المناسب للإجراءات السكنية لمراعاة المواطنين وتحديد مبالغ معقولة وفقا لنوع السكن وموقعه. وناقشت اللجنة جهود عملها خلال الفترة السابقة، وتم الاتفاق على سرعة إعداد مسودة بمعايير أسعار إيجارات المنازل حسب الموقع وعدد الغرف ونوعية المبنى، وذلك بإشراف غرفة تجارة وصناعة حضرموت لاعتماد هذه الأسعار وإقرارها. وفي سياق آخر، قام محافظ حضرموت بجولة ميدانية في أسواق هايبر المستهلك اطلع خلالها على عدد من مستودعات الأغذية المركزية. وكان رئيس مؤسسة بن كردوس الشيخ عبيد بن كردوس في استقبال المحافظ مطلعا إياه على حجم توفر المواد الغذائية الأساسية
وشدد المحافظ العاملين بهذه المستودعات والمحال التجارية بمراعاة المواطنين وعدم المغالاة في الأسعار. أشادت قيادات اتحادات النقابات والصيادين والمزارعين والنساء وهيئة منظمات المجتمع المدني بنتائج أعمال الدورة الرابعة للهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع وما تضمنه البيان الختامي الصادر عنها. جاء ذلك لدى لقائهم اليوم بمدينة المكلا وكيل أول حضرموت رئيس حلف ومؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمر بن حبريش، حيث تناول اللقاء العديد من القضايا التي تهم نشاط النقابات والاتحادات الجماهيرية والصعوبات التي تعترضها وحاجتها للدعم والمساندة لتطوير أنشطتها والحفاظ على ريادة العمل النقابي والمدني لحضرموت. وأكد بن حبريش أهمية الدور الذي تلعبه النقابات والاتحادات والمنظمات الجماهيرية منها في تبني قضايا المجتمع، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل القيادات النقابية والمجتمعية بالحفاظ على تقاليد وتاريخ الحركة النقابية وتحقيق استقلاليتها بعيدا عن أي تأثيرات. تفقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق الشرقية اللواء ركن سعيد علي العامري اليوم بالمكلا كلية الشرطة بحضرموت، وخلال الزيارة التفقدية اطلع اللواء العامري من مدير الكلية العميد الركن دكتور سالم داحج على الاستعدادات الجارية لافتتاح الكلية رسميا بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية. وأكد اللواء العامري على ضرورة الارتقاء بجودة التعليم بالكلية والذي سيكون له أثر إيجابي على المخرجات والاهتمام بجانب التدريب والتأهيل والتطبيق في الميدان، ووضع اللوائح والقوانين الخاصة بقبول الطلاب للانخراط بالكلية، مشيدا بدور محافظ حضرموت والتحالف العربي على دعمهم لهذا المنجز التاريخي بحضرموت. تفقد وفد من وزارة الداخلية الإماراتية برئاسة العميد أحمد المهيري سير العمل في 12 مشروع بمعسكر النجدة بالمكلا التابع للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت. وأطاف الوفد الإماراتي بمعية المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير التميمي بكافة المشاريع التي تم إنشاؤها بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة وإشراف مباشر من فريقها الأمني المتواجد في المحافظة ضمن خطة الإمارات لتطوير المنظومة الأمنية. وثمن العميد التميمي الدور الكبير لدولة الإمارات الشقيقة على دعمها المتواصل لحضرموت خصوصا في تطوير وتأهيل القطاع الأمني. تواصل المؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت النزول الميداني لعدد من فرق التفتيش على أجزاء من أحياء منطقة الشرج بالمكلا، وذلك لضبط المخالفين والمتلاعبين بتوصيل التيار الكهربائي بطرق عشوائية. وتأتي حملات التفتيش للحد من الفاقد والحفاظ على منظومة الشبكة من الاعتداءات التي تضر بالمصلحة العامة، وفيما تستمر الحملات في أحياء مختلفة في مدينة المكلا وضواحيها، وتشمل كذلك عددا من المناطق والمديريات وعلى نطاق واسع. وكانت المؤسسة قد تلقت في الآونة الأخيرة عدد من البلاغات والشكاوى من المواطنين في بعض الأحياء السكنية من ظاهرة ضعف في التيار الكهربائي وارتفاع الأحمال على محولات التيار وخطوط توصيل التيار. وصلت إلى ميناء المكلا مساء أمس الباخرة النفطية أميرة عدن ضمن المنحة السعودية لدعم الكهرباء في المناطق المحررة، وتحمل الباخرة على متنها 6427 طن متري من مادة الديزل. هذا ويذكر أن جميع المحافظات المحررة تشهد استقرارا تام في التيار الكهربائي منذ تدشين المنحة السعودية لدعم الكهرباء. وقال مدير عام المؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت المهندس مازن بن مخاشن إن المنحة السعودية أسهمت بشكل كبير في التخفيف من المعاناة التي كانت تعانيها المؤسسة سابقا، مشيرا إلى أن وضع الكهرباء حاليا يشهد استقرارا تام، متمنيا استمرار منحة المشتقات حتى الصيف المقبل. طبعا هذه الدفعة هي الدفعة السادسة من بواخر المازوت التي تصل للمكلا من بداية المنحة السعودية، وهذا نعتبره إنجاز لحضرموت بسبب المعاناة اللي كنا نعانيها، والحمد لله الآن الكهرباء
في استقرار تام. نأمل استمرار المنحة السعودية وخصوصا في الصيف القادم، لأنه سوف تزيد المعاناة للمواطنين. ولا نبالغ أن نقول أن المملكة العربية دخلت إلى كل بيت في اليمن وفي حضرموت، أنها أنارت البلاد، أنارت اليمن بشكل عام. لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، ونخص بالشكر مكتب عدن الدكتور نجيب الذي دعمنا في كل الجهود التي أمامكم. أقرت شركة النفط فرع ساحلي حضرموت رفع تسعير مادة البترول في محطات بيع المشتقات النفطية بزيادة 20 ريال ابتداء من ساعات فجر الثلاثاء، ليصل سعر اللتر الواحد إلى 270 ريالا. وقالت الشركة في تعميم لها للمحطات والوكلاء إن التسعير الجديد جاءت نتيجة ارتفاع سعر الصرف وبناء على السياسة المتزنة للشركة بساحل حضرموت. وبحسب مصدر مسؤول في الشركة أن جميع العوامل تفرض زيادة السعر والذي تم إقراره تجنبا لأي أزمة وقود، مشيرة إلى أن السعر حسب السياسة المتبعة للشركة وخطواتها في الانخفاض سيتم التخفيض وفي الارتفاع سيتم زيادة بنفس فارق السعر. قال مدير عام الصحة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري أن عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم خلال 3 أيام الأولى من الحملة الوطنية ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية بلغ عددهم 178,705 طفل في كافة مديريات الساحل، وبنسبة بلغت 51%. وأوضح الدكتور الجريري بأن هناك فرق لم تبلغ عن آخر إحصائيات المطعمين لديها بسبب بعد المناطق التي يعملون بها وانقطاع خدمات الاتصالات فيها. وأشاد الدكتور الجريري بالجهود التي تبذلها الفرق العاملة في الميدان للوصول إلى كل المستهدفين في الحملة، وكذا جهود الكوادر التربوية في المدارس الذين يقومون بدور كبير في تنظيم عمل الحملة في المدارس، إلى جانب جهود الآباء والأمهات الذين يعون أهمية التطعيم لأطفالهم ضد هذا المرض الخطير، مؤكدا على ضرورة إيصال رسالة التوعية بأهمية التطعيم وفوائده الكبيرة في القضاء على هذا المرض الخبيث والمضاعفات التي قد يصاب بها الأطفال غير المطعمين. رفعت لجنة أن المعلم الخاصة بمتابعة حقوق معلمي وادي وصحرائي حضرموت إضرابها عن التدريس ابتداء من يوم الأربعاء. وقالت اللجنة في بيان لها أنه بعد عقد اجتماع استثنائي مع قيادة مرجعية قبائل حضرموت الذي يأتي من منطلق حرص من السلطة في أن ينال التربويون والمعلمون كامل حقوقهم، تمت مناقشة كل المتطلبات والتي تم إقرارها ومتابعتها من الجهات المعنية واستشعار للمصلحة العامة في التعليم والحرص على أن يؤخذ المعلمون كافة حقوقهم. فقد أقرت اللجنة تعليق الإضراب ابتداء من يوم الأربعاء على أن يتم المتابعة لتنفيذ مطالب المعلمين المرفوعة. ونوهت اللجنة في ختام بيانها أنه في حالة رفض المطالب وعدم تنفيذها ستتخذ اللجنة ما تراه مناسب. رياضيا، حقق التضامن فوزا مستحق على حساب وحدة المكلا بثلاثية نظيفة في مباراتهما التي جرت عصر اليوم بملعب الفقيد بارادين بالمكلا ضمن منافسات دوري المجلس الانتقالي بتنظيم اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت وتحت شعار الجنوب يجمعنا. وفي مباراة التي جمعت المكلا مع ضيفه أهل الغيب ملعب الفقيد بارادم ابتسمت ركلات الحظ الترجيحية للمكلا ب4 أهداف مقابل 3 بعد أن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي ب3 أهداف لكل منهما، ليتأهل المكلا لملاقاة سمعون الشحر الجمعة القادمة على أرضية ملعب الشاحت بالشحر، وفيما يواجه تضامن وحدة شحير على ملعب الفقيد بارادم. هذا ويأتي الدوري ضمن الفعاليات المصاحبة لاحتضان مدينة المكلا للدورة الثانية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يجري عدة لقاءات لبحث عدد من المشاريع الاقتصادية في المحافظة. وفد وزارة الداخلية الإماراتية يتفقد سير العمل في مشاريع البنية التحتية لمعسكر النجدة.
شركة النفط بساحل حضرموت تقر رفع تسعيرة مادة البترول إلى 270 ريالا لللتر الواحد. هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. إلى اللقاء.